ستنصدم عندما تعرف من هو أول شخص يدخل النار. قبل بداية الفيديو، أردنا إعلامك أن فريق قناتنا قد أنشأ قناة أخرى ثقافية كبيرة اسمها رهوة. يشرفنا أن تكون من أوائل المشتركين. ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 أصناف من الناس، هم أول من تسعر بهم نار جهنم والعياذ بالله، وأولهم من قاتل ليقال عنه جريء، أو قاتل عصبيا، أو قاتل غير مريد لوجه الله عز وجل، فلما لم يكن عمله لله تعالى كان مصيره إلى نار جهنم. كما ورد في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. وأما الصنف الثاني فهم حملة العلم والقرآن الذين لا يعملون بعلمهم، وهؤلاء قد كثروا في زماننا مع الأسف الشديد. فكم ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي ويتبعون المناصب الدينية العليا كالمفتين والقضاة الشرعيين وقراء القرآن الكريم وغيرهم من حملة الشهادات العليا في العلوم الشرعية. كم من هؤلاء لا يصونون العلم الذي يحملونه ويقفون مواقف الريب والشبهات. وقد صدق الرسول عندما قال: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. والمعنى أن قارئ القرآن ينتفع به إن تلاه وعمل به، وإلا فهو حجة عليه. وأما الصنف الثالث فهم المراؤون في الإنفاق الذين لا يريدون وجه الله عز وجل في النفقة، ولذا استحب أهل العلم إخفاء الإنفاق في سبيل الله كما ورد في حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. رواه البخاري ومسلم. وخلاصة الأمر أن إخلاص العمل مطلوب، وهو علامة قبول العمل. فكل عمل إن لم يكن خالصا لوجه الله عز وجل فهو مردود، والواجب على أهل العلم أن يكونوا على قدر المسؤولية والأمانة التي يحملونها. لا أريد إعجاب ولا اشتراك، أريد منك فقط أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن نجمع أكبر عدد من التعليقات للصلاة على خير الأنام. حبيبنا محمد، أحتاج 10 ثوان فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، وقم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب.